السيدة حليمة تقبل على التسجيل في قرعة الحج ببلدية بئر الجير للمرة 15، مرفوقة بأمل الظفر بتأشيرة الحج لأول مرة، متمسكة بالدعاء والرجاء لعلها تحقق أمنية العمر. جيت اليوم إن شاء الله نسجل تسجيل للحج، قرعة إن شاء الله نكون من الفائزين. وأنا من 2010 راني نسجل، ما كان والو. هذه الحاجة هي عندي مفضلة في حياتي، وسوختو الحج. زعما راني دايرة نحاول ونحاول، كل ما نديرو هنا في لاميري توجور رانا دايرة هنا نكون هنا نسجل معاهم، مالقي دايرو بالإنترنت. بصح أنا نبغي هنا باسكو علاه يكون عندي اطمئنان باللي صح راني مسجلة. ان شاء الله نكون من الفائزين، راني نسجل انا والزوج، ربي ان شاء الله ادعوا لي ربي. 15 سنه وانا راني نسجل معاهم، وان شاء الله يا ربي هذا العام راني نتفائل. كاع الناس الجزائريين يدعوا لي الله. المكلف بمكتب الحج أكد تسجيل أكثر من 700 طلب للحج، حيث يستقبل ما بين 100 و150 مواطنا للتسجيل يوميا وسط تنظيم محكم وظروف جيدة وبشهادة المواطنين. التسجيل الأخير اللي كان قبل جائحة كورونا، انطلقت عملية تسجيل خاصة بهذا الموسم يوم 3 أكتوبر، والعملية متواصلة في أسبوعها الثاني، وستختتم إن شاء الله يوم 27 أكتوبر. وصلنا لحد الساعة أكثر من 700 مسجل، استقبل حوالي 100 حتى 150 مواطن يوميا، وإن شاء الله بعد اختتام عملية التسجيل سيتم إعلام المواطنين تابعي البلدية بمكان إجراء قرعة الحج إن شاء الله. تقدمت اليوم المكتب اللي خاصة بلدية بئر الجير لعملية سحب استمارات الحج لعام 1446 هجرية. تقدمت يعني وسلموا لي الاستمارة في ظروف عادية في حسن استقبال، والعملية على تجري على أحسن ما يرام. هكذا غادرت السيدة حليمة مكتب التسجيل للحج وهي تحمل معها حلما بمناداتها يوم القرعة لزيارة البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج.